نظمت وحدات السكان بديوان عام محافظة الأقصر بالتعاون مع مكتبة مصر العامة احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات، وذلك بحضور السيد محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والسيد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والقيادات الشعبية وأسر الأمهات المثاليات التي تم تكريمهن. إليكم متابعة الزميلة إيمان حسن. نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر بالتعاون مع مكتبة مصر العامة احتفالية عيد الأم لهذا العام، وبمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، وبحضور القيادات التنفيذية والشعبية والمكرمات في الاحتفال وأسرهن. تضمن الحفل كلمات الحضور حول فضل الأم والتضحيات التي تقوم بها، ثم بعض الفقرات الفنية للأطفال. النهارده بنحضروا معانا معالي نائب محافظ الاقصر الدكتور محمد عبد القادر خيري فعاليه تكريم الامهات المثاليات المحافظه عن طريق واحد سكان المحافظه، واحنا سعداء طبعا بالتواجد وهنحرص على المشاركه احنا كوزاره التضامن ومدير التضامن الاقصر في كل الفعاليات والتقديرا وتكريما لامهاتنا الفضليات في محافظه الاقصر. والنهارده طبعا يوم استثنائي للاحتفال بالامهات المثاليات، وده طبعا كان احنا دايما عندنا بنهتم بالمرأة، وخصوصا ان محور اساسي من محاور اللي بتقوم عليها وحدة السكان المرأة، فدايما بنحرص كل سنة ان احنا نقوم او نعمل احتفالية لتكريم الامهات المثاليات. هذا العام طبعا اخترنا 10 امهات مثاليات عبر مسابقة تم الاعلان عنها في مطلع مارس الجاري. هذا الاحتفالية بعيد الام في نكرم فيها الامهات المثاليات، عاملين معارض للحرف التراثية للمرأة المعيلة. أعتقد النهاردة الاحتفالية مفيدة جدا للسيدات الأقصر، وهي طبعا بتقام تحت رعاية معالي المستشار مصطفى قلم محافظ الأقصر. معايا 3 ولاد وبنتين. ما شاء الله، خلصوا كلهم تعليم؟ أيوه خلصوا تعليم. نكلم السادة المشاهدين نعرفهم بيهم عملت إيه معاهم؟ نتعرف بيهم. أنا محمد رمضان ابن السيدة زينب جبران، معي كلية هندسة بكالوريوس تجارة. احنا الحمد لله أنا شغال أصلا في العمل المجتمعي، فالست تعبت ربنا يبارك لها يبارك لنا فيها وجزي عنا كل خير. تعبت معايا ومع اخواتي، والدي كان توفى وكده، فهي بصراحة اللي قامت بال أربعة. ما شاء الله، ليت نعرف كده سيد المشاهدين قصة كفاحة طويلة عن أربعة، وما شاء الله السن متقارب. الوالد توفى كان عمرها كم سنة؟ هم يعتبر كلهم يعني هم كلهم كانوا في التعليم ساعة ما الوالد توفى وكده، وكان صغير في السن. بالظبط. يعني ساعدتوا معاها ازاي؟ يعني ايه اللي خلاكم بعتوا قصة كفاحة عشان يختاروا؟ والله هم بعتوا لنا واحنا جينا، يعني هم يعني عارفين الحجه وكده وعارفين تعبت قد ايه، فهم بعتوا لها واحنا جينا. ما شاء الله عليك. يعني انا ما شاء الله شايفه سن حضرتك صغير لدرجه ان ابنك، يعني احنا كنا انا مش عارفه في الاول اخوكي ابنك ما شاء الله قوات الا بالله. يعني لا عند انا عندي 53 سنه. ما شاء الله. لما خلفتيه كان عمرك اول واحد في اولادك كان عمرك كم سنه؟ 17 سنه. انا اتجوزت على 17 سنه، كان عندي 18 سنه لما خلفت. ما شاء الله، خلفتيهم الاربعه ورا بعض. خمسه ما شاء الله. ايوه متجوزه واحده. يعني تقولي ايه لكل ام لسه في بدايه حياتها والمشوار التربيه صعب ومعاكي الايام دي لسه بتتمنى؟ اقول لها ربنا معاكي وتصبري هتلاقي. ايوه كل واحده تصبر تربي عيالها وتصبر وتتحمل كل اللي بيحصل. وفي نهايه الحفل تم تسليم شهادات التقدير والهدايا التذكارية. من مكتبة مصر العامة بالأقصر، إيمان حسن.